ألذ وأسرع أكلة في حياتنا ومن أساسيات فطار العيد الكبدة الإسكندراني، ويا سلام بقى لو بالطريقة دي بتبقى وهمية خالص، فيها شوية تريكات كده هتخلي الطعم أحلى وهتخليكوا تغيروا أي طريقة تانية وتعتمدوا الطريقة دي. هسوي معاها كمان قلب وكلاوي، إزاي تطلع معانا طرية وطريقة ومدة التسوية بتاعتها إيه. هعمل معاها كمان صوص الطحينة الأساسي مع الأكلة دي بطعم تحفة. ولو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة. وأول تركة هعملها هجيب بصلة كبيرة أقطعها شرايح وأنقعها في خل. الخطوة دي حلوة جدا، هستفيد منها في الكبدة وفي صوص الطحينة كمان. وبعد كده هعمل الدقة، هجيب 4 حبات فلفل أخضر ولمونتين ونص حباية فلفل أحمر ألوان و4 قرون فلفل أحمر حامي، اللي مش عايز الحامي هيشيله من الوصفة، و10 فصوص ثوم، وهستخدم 1/4 كوباية من الخل اللي منقوع فيه البصل، و1/4 كوباية زيت، والتوابل معايا هتكون 1 معلقة صغيرة كمون وبابريكا، 0.5 معلقة صغيرة كزبرة وشطة، 0.25 معلقة صغيرة فلفل أسود وسكر، وهنحط ملح. هحط المكونات دي كلها مع بعض وافرمهم في الكبة، بس الافضل اني افرم الفلفل والثوم مع بعض بس لوحدهم، وبعدين اقلب معاهم الخل والليمون عشان لما بحطهم وقت الفرم بيفتحوا لون الدقة. فدي واحدة انا فرمتهم كلهم مع بعض، ودي واحدة تانية قلبتهم بس مع الدقة، ففرق اللون واضح جدا، فالافضل اننا نقلب الخل والليمون بس بعد الفرم. ودلوقتي هعمل صوص الطحينة. هجيب 1 كوباية طحينة و1/4 كوباية زبادي أو لبن، و2 فصين ثوم مفرومين، أنزل عليهم بمية سخنة بالتدريج مع التقليب حوالي 0.5 كوباية أو لحد ما أوصل للقوام اللي احنا عايزينه. وأنا حطيت مية سخنة عشان أخفف اللسعة بتاعة التوم الني، بس اللي ما عندوش فيها مشكلة يحط مية فترة عادي، هقلب فيها لحد ما تفك وقوامها يبقى أخف. الخل والليمون أحطهم بعد ما الطحينة تفك مش قبل كده. بعد ما فكت احط 3 معالق كبار من الخل المنقوع فيه البصل، هو بيديها طعم حلو جدا، الخل بياخد طعم البصل فبيبقى طعمه رهيب. او ممكن نحط مية بصل مفروم وخل. هحط عصير 1/2 ليمونة، ودلوقتي يا اما هحط ملح وكمون ورشة سكر او 2 معلقة من الدقة اللي احنا لسه عاملينها، اضربهم بالهاند بلندر او في الخلاط، بيبقى قوامها كريمي وناعم خالص. انزل بيها في طبق التقديم واحط على الوش رشة زيت زيتون او اي زيت ورشة شطة، قوامها تحفة، وتركة البصل المنقوع في الخل دي مديها طعم جبار بجد، مش هنبطل نعملها مع كل حاجة من كتر ما هي حلوة. بالنسبة للكبدة انا بحب اجيبها قطعة واحدة واقطعها في البيت، كده بضمن نظافتها اكتر، خصوصا ان الكبدة ما بتتغسلش نهائي. امسحها بمناديل مطبخ واشيل الغلاف اللي بيبقى موجود عليها عشان بيخليها تشد وتاخد شكل مقوس كده، بيبقى مش لذيذ، فبنشيله وقطعها بميل كده شرايح رفيعة جدا، المهم ان السكينة تبقى حامية، هتسهل علينا كتير عملية التقطيع. اللي عايز يقطعها زي الشاورما كده يقطعها، بس انا بالنسبة لي كده بتبقى افضل ان هي تبقى شرايح عريضة ورفيعة، ما بتاخدش وقت في التسوية وبتفضل طرية. فبعد ما قطعتها كلها معايا كمان كلاوي وقلب هقطعهم، والدهون اللي موجودة فيهم دي مش هرميها، دي بتدي للكبدة طعم حلو قوي وبتخليها طرية. ولو هنعملها كبدة بس ممكن نحط معاها قطع ليا لو بنحبها، فبتخلي الطعم أحلى كتير. نيجي لمرحلة التسوية. طاسة سخنة جدا على النار أحط حوالي 0.5 كوباية زيت، الكبدة بتحب الزيت الكتير وإلا هتنشف. يسخن انزل بالقلب والدهون اللي فيه الاول عشان بياخد تسوية اكتر، مقلبش بقى، اسيبه ياخد الصدمة الاول من تحت وبعدين ابدأ اقلب على الوش التاني، وبعدين انزل بالكلاوي تتصدم برضو، وبعدين اشوحهم على النار حوالي 2 دقيقة كده واركنهم في جنب من الطاسة، وانزل بجزء بس من كمية الكبدة مش كلها، هتاخد الصدمة برضو بدون تقليب، وبعدين اقلب يا دوب لونها يتغير اركنها وانزل بجزء تاني. طب ليه بعمل كده؟ ناس كتير بتشتكي ان الكبدة بتنشف وبتنزل ميتها مع ان الطاسة بتبقى سخنة جدا،
عشان الكمية لما بتكون كبيرة بتبرد الطاسة، فما بتاخدش الصدمة اللي هي محتاجاها اللي تخليها تحبس السوائل بتاعتها جواها، وتبقى درجة حرارة الطاسة قلت فبتنزل ميتها فبتنشف وتشد، وطعمها الحلو اللي فيها ده بيروح، والقرشة اللي فيها دي بتختفي، والتكة اللي احنا بنحبها فيها دي بتروح، بتبقى بتشد ومش بتقطم. فدي احسن طريقة للتسوية عشان تفضل جوسي وطرية. انما لو الكمية قليلة نحطها كلها مرة واحدة. بعد ما خلصت الكمية كلها اقلب كله مع بعضه، وانزل عليهم بثلاث معالق كبار من الدقة اللي عملناها، ولو حابين نتبلها ربع ساعة الاول بجزء من الدقة دي ممكن اسيبها مع الدقة دي تاخد وتدي كده، قبل ما ارفع من على النار انزل بشرايح فلفل اخضر واحمر ياخدوا تقليبة بس كده معاها، هديها رشة بابريكا وقرفة، هتاخد حوالي من 12 ل 15 دقيقة اجمالي التسوية، ما نطولش عليها عشان تفضل طرية وما تنشفش. انا بحب اعمل لها خلطة كده تتاكل معاها، بجيب شرايح البصل اللي كان منقوع في الخل اخده واحط عليه مكعبات طماطم وبقدونس مفروم، الخلطة دي بتتحط في طبق التقديم تحت الكبدة أو في الساندويتشات، بتبقى طعمها خطير. إنما اللي حابب يدي البصل والطماطم تشويحة كده مع الكبدة ممكن، بس أنا بحب أسيبهم كده فريش. الخلطة دي كمان ممكن تتحط مع أي مشويات بتبقى خطيرة. إحنا ممكن نقدمها بكذا طريقة، أسيبها مع الخلطة دي في طبق التقديم وتتاكل بعيش كده مع الصوص بتاعها بتبقى فظيعة، أو نعملها في سندوتشات فينو أو عيش بلدي زي ما نحب. ندهن بس العيش الأول كده بصوص الطحينة، ونحط الكبدة والخلطة اللي عملناها وطحينة على الوش تاني، يعني نروقها كده، بيبقى سندوتش من الآخر أحلى من سندوتشات الشارع بكتير. هي ريحتها نفسها أصلا تجوع، الدقة مخلية ريحتها رهيبة، كمان هي طرية وبتتقطع بسهولة خالص عشان استوت صح. يا رب تكون الوصفة عجبتكم، وبألف هنا يا رب، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.